مرحبا بكم اخواني اخواتي الفلاحه في برنامج ديالكم استشاره الفلاحيه واللي كيقدموا لكم المكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه. واليوم في الحلقه الثانيه او الجزء الثاني من الحلقه حول انتاج النباتات السكريه، وبالضبط اليوم موضوع ديالنا هو الشمندر السكري اللي كيتواجد بكثرة وكيساهم بنسبة جد مهمة في توفير هذه المادة الأساسية للفائدة ديال بلادنا، وخصوصا حنا كنتذكروا اليوم على المنطقة ديال دكا العبدة، واللي الحمد لله بالفضل ديال المجهودات ديال القائمين والصاهرين على هذا القطاع من وزارة الفلاحة، من خبراء، من مهندسين، من باحثين، من مستشارين كذلك فلاحيين، استطاعوا باش يوصلوا لهذه النتيجة لأول مرة كتحقق على مستوى الوطني، اللي هي نسبة ديال 18.5 ديال الحلاوة، وكذلك إنتاج جد مهم في الطوناج اللي كيتزاد حوالي تقريبا 30%، ومسألة أساسية اللي هي النسبة أو الرقم ديال الدخل الجد المهم اللي كيتجاوز 35 ألف درهم في الهكتار، ناهيك عن المخلفات ديال هاد الزراعة اللي كتمشي للإنتاج ديال الكلاء الماشية، وكذلك تثمين ديال المخلفات ديالها من مورق ديال الشمندر ولا من التفل ديال الشمندر اللي أصبح أساسي بالنسبة للتغذية ديال الحيوانات، ولا سيما في الأبقار الحلوب وكذلك تسمين العجول. منطقة دكا العبدة أصبحت رائدة في إنتاج هذه الزراعة اللي كيف ما قلنا زراعة اللي لها منتوج أساسي، واللي هو كنعرفوا الأهمية ديالو في الاكتفاء الذاتي من هذه المادة اللي هي مدعمة من طرف الدولة. إذا دائما إخواني الفلاحة معكم السي أيت الفاري المختار اللي هو مهندس فلاحي ورئيس مقاطعة التنمية الفلاحية بسيدي بن نور التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة دكا العبدة. إذا السي الفاري في الحلقة اللي دازت تكلمنا على تهيئ ديال الارض من اجل الزراعه ديال الشمندر، تكلمنا كذلك على بعض التقنيات اللي هي ان شاء الله تعالى الا عملوا بها الفلاحه ديالنا اكيد بانه غادي تكون نقص في التكلفه ديال الانتاج، وبالتالي توسيع الهامش ديال الربح الفائده ديال المزارعين ديال هذه النبته هذه. اذا اليوم حنا بغينا نزيدوا نستمروا معكم في الحديث على هذا المسار التقني ديال الشمندر السكري، واليوم نتكلموا على العمليه ديال السميد وما لها من دور اساسي بالنسبه لانجاح هذه الزراعه. فمرحبا بك مره اخرى في برنامجكم استشاره فلاحيه، والان الكلمه لكم السيد الفريق. السلام عليكم اخواني الفلاحه. الوغ كما تتعرفوا ان اي نبته باش يمكن لها انها يعني تكبر مزيان وتعطي مزيان تيخصوها ثلاثه ديال الحوايج. الحاجه الاولى هي الماء، الحاجه الثانيه هي الضوء، والحاجه الثالثه هي الاسمده ولا داك الغذاء اللي تتجر هي من الارض. بالنسبه للفلاحه ديالنا اللي تيديروا الشمندر السكري، هاد المساله ديال الاسمده هي تقريبا اللي تطلع لهم غاليه بزاف بالمقارنه مع الحوايج الاخرين اللي تيحتاجوهم يعني من اجل الانتاج ديال الشمندر. لهذا ضروري خاصنا نقنوا ما امكن الاستعمال ديال هذه الاسمده هذه. وباش يمكن لنا نقنوا هذا الاستعمال لابد في البدايه خاصنا نعرفوا شحال خاصنا نعطيو لهذيك النبته ديال المواد الغذائيه، يعني الاحتياجات ديالها، الاحتياجات ديال الاسمده. وهذه الاحتياجات راه تختلف من تربة لتربة. لهذا لابد أن الفلاح خاصو أول حاجة اللي يفكر فيها هو أنه يدير تحاليل ديال التربة ديال البقعة اللي غادي يدير فيها الشمندر، باش يعرف هذيك الأرض ديالو واش هي فيها واحد المواد وخاصينها مواد أخرى اللي خاصهم يزيدها، ولا كاع المواد ناقصين. المهم تيكون عنده هذاك الوقت واحد العبار اللي غادي يمشي عليه باش يعرف شحال غادي يزيد، باش يصحح مثلا ديك التركيبه. التركيبه نعم، يعني داكشي اللي عنده في الارض، داكشي اللي خاص النبته، وداك النقص اللي خاص هو اللي خاصو يزيدوه هو عن طريق الاسمده. وهنا لابد ما نشيروا بانه هاد التحاليل ديال التربه راها مدعمه من طرف الدوله ب 50%. نعم، الفلاح اللي تيدير التحاليل
راه تيستافد من إعانة ديال 50% اللي تتعطيها ليه الدولة من أجل التشجيع ديالو للقيام بهاد العملية اللي هي جد مهمة. وخاص الفلاح يدير هاد التحاليل لهذيك البقعة تقريبا مرة كل 3 سنوات، ما يحتاجش يديرها كل عام، ولكن إلا دارها مرة كل 3 سنوات تيكون هذاك الوقت عنده واحد العبار اللي هو مزيان اللي يعاونو، كتولي عنده واحد الرؤية واضحة بالنسبة للتصحيح ديالها، التصحيح ديال الكمية ديال السميدة اللي خاصو يديرها. الشمندر السكري تيحتاج جوج ديال الأنواع ديال الأسمدة، كاين الأسمدة ديالها وكاين الأسمدة ديال التغطية. بالنسبة للجهة ديال دكا العبدة راه قمنا بواحد تقريبا بواحد 3000 تحليلة ديال التربة عند المنتجين ديال الشمندر السكري، واللي تكلفت بهم اللجنة التقنية للشمندر السكري. هاد 3000 تحليلة أعطتنا تقريبا واحد المعدل اللي تنقدرو نعمو على الصعيد ديال جميع البقع الفلاحية بالجهة، حيث أنه بالنسبة للعمق تقريبا تنحتاجو لواحد 60 وحدة ديال الأزوت و60 وحدة ديال الفوسفور و ديال الفوسفات و 150 وحدة ديال البوتاس. هاد الأسمدة ديال العمق راه إما تدار قبل العملية ديال الزرع أو لا مع لي سومور دابا اللي ولاو كاينين دابا، راه تدار مع في وقت ديال الزرع، وهذه تا هي من المميزات الأساسية ديال المكننة ديال العمليات الفلاحية، لأنه ملي فيها الفلاح واحد الخدمة ملي تتولي دير جوج عمليات في عملية واحدة إذا توفروا له فات هي تكون ناقصة. هذه من جهة. بالنسبة للأسمدة ديال التغطية راه تنحتاجو تقريبا واحد 180 وحدة ديال الأزوت، وهاد 180 وحدة ديال الأزوت تقريبا تنقسموها على جوج ديال المرات، مراحل ديال النمو ديال الشمندر، تنديروها تقريبا في اللحظة اللي تنديرو التخفيف، يعني بعد العملية ديال التخفيف، ما نديروهاش قبل العملية ديال التخفيف، لأن هذوك النباتات اللي غنحيدو ما عندناش علاش نديرو لهم لازم، تنديروها بعد العملية ديال التخفيف. وكذلك من وراء هاد الدفعة الأولى تنديرو الدفعة الثانية، شريطتها أنه واحد 100 حتى 120 يوم قبل العملية ديال القلب ما خصناش نديرو لازم. هادي جد مهمة، لأنه ملي تنوخرو الأزوت تنديرو يعني وعملية ديال القلع قريبة، راه النبتة تتولي تدير بزاف ديال الوراق وتتبدا تمص لينا عاوتاني في الجدر ديالنا. نعم، خصنا ننتبهو لهاد المسألة. وهنا كاين مجموعة من الفلاحة اللي تيتشكاو بأنه الحلاوة راه تتكون عندهم ناقصة في الأخر ديال الموسم، راه مثل هاد الأخطاء هما اللي تيجعلو أنه الحلاوة تتكون ناقصة. نعم، إذا ضروري خصنا نتوقفو على يعني إعطاء النبتة يعني الفوسفات على الأقل واحد 100 يوم قبل العملية ديال القلب. وهنا لابد ما نشيرو بأنه راه الطريقة باش تيتعامل الفلاح اليوم مع الأرض ديالو، حيث أنه في النهاية ديال الموسم مثلا دابا تلقاو أنه الفلاحة تيجمعو جميع المخلفات اللي خلات الزراعة اللي فايتة، وهذا خطأ كبير. كيفقروا بها التربة والأرض، لأن الأرض راه عطيها تعطيك، لو وكلتها مزيان راه غتعطيك مزيان، ما وكلتهاش مزيان راه ما غتعطيكش مزيان، وهذيك وكلتها مزيان راه فيها جوج ديال الحوايج، إما نخلي واحد النسبة من ذاك الفلاح ذاك المخلفات ديال الفلاح اللي غتقلب مع الحرث، اللي غنقلبها مثلا في هذا الحرث ديال الصيف غنقلبها وغتدخل تحت، ومن بعد أن هذيك غترجع تعطيني الغبار وهذاك الغبار غادي يعاوني في التسميد، والا راه غنضطر ان جميع الحاجيات ديال النبته تنولي تنجيبهم من السوق، وهنا غنكونوا غاليين تطلع طلعنا التكلفه. والاشاره راه يعني اللجنه التقنيه ديال الشمندر السكري راها دايره واحد التركيبه خاصه بالجهه، وتتعطي واحد الكميه اللي هي كافيه لواحد النمو سليم ديال هذيك النبته من اجل تحقيق واحد المردوديه اللي هي كافيه. ديال الفلاح ما عندوش علاش يزيد من عنده لانغري، فقط انه خاصو يحترم الوقت اللي خاصو يدار فيه داك لانغري، الطريقه اللي خاصو يدار بها، وكذلك الكميه اللي هي معطيه من طرف اللجنه التقنيه للشمندر السكري
مع التأكيد مع التأكيد مع التأكيد على ضرورة أنه خاص الفلاح ما يبقاش يحس الأرض يعني في الأخر ديال الموسم خاصو ديما يخلي فيها واحد الصدقة ديالها حتى هي اللي خاصو يخليها عليها اللي خاصها تاكلها باش توجد راسها حتى هي للموسم المقبل. إذن إخواني الفلاحة أنتم سمعتوا النصائح المهمة ديال العملية ديال السميد والارتباط ديالها بالنمو ديال النبات ديال الشمندر السكري، والأهمية ديال هذه النصيحة اللي أعطى السعيد فريا هو عدم إعطاء بعض الكلمة لازوت، يعني إمتى خصنا نحبسوا هذه المواد المسمدة، يعني البرنامج ديال التسميد هو جد مهم، إذا احترمناه غادي دائما نحافظوا على الحلاوة ديالنا من بعد إن شاء الله ما نجنيو الغلة ديالنا. إذا كاين واحد السؤال اللي هو جد مهم وكيطرحوه بعض الفلاحة السعيد فريا، هو العملية ديال التكربيل أو البيناج، مدى أهمية هذه العملية بالزراعة ديال الشمندر؟ يعني هذه العملية ديال التكربيل ولا ما يسمى بالبيناج هي عملية مهمة، الحمد لله أن الفلاحة ديالنا دابا راهم تيتقنوها بطريقة زعما مزيانة. الأهمية ديالها تتجلى في واحد جوج ديال الحويجات الأساسية. أولا أننا تنفتحوا يعني الأرض للتهوية، هذا جد مهم، ما تتبقاش يعني الارض يعني غامقه ولا مدكوكه على النبته، لانه يعني النبته ملي تتكون ما مرتاحاش يعني فسميتو النمو ديالها ما تيكونش مزيان، هذا العامل الاول. العامل ولا الاهميه الاولى. الاهميه الثانيه هو انه راه تتعرفوا دابا الفلاح ملي تيبدا يحيد في الاعشاب الضاره ميكانيكيا لا بد ما تيبقى واحد المجموعه ديال الاعشاب اللي تتبقى ما بين النبتات لان تجي في الخط ما تيقيسهاش يعني داك الاله باش تيخدم الارض ديالو، وبالتالي انه بعمليه ديال التكربيل تنحيدو حتى هذاك الربيع اللي تيجي الوسط. وهما بالنسبه للعدد ديال التكربيلات اللي خاصين الشمندر، انا تنصح الفلاح قد ما قد يكربل الشمندر ديالو قد ما راه الفائده مفيدة. تتكون شحال اقل مره باش منصوح بها؟ تقريبا دابا على الصعيد ديال المنطقه ديالنا كاين جوج حتى ثلاثه المرات يعني في الموسم، ولكن راكم تتعرفوا هذه على حساب يعني الا كان مثلا عندنا موسم ممطر بزاف راه تيكون النباتات يعني الضاره ولا الاعشاب الضاره تتكون ان كل مره تتنوض الفلاح خاصو يتدخل. العام اللي تيكون عندنا يعني التساقطات قليله راه تيكون يعني عدد ديال التدخلات تيكون اقل. السي فريا الفلاحه معظم الفلاحه تيقول لك اودي كاين واحد المثال تيقول لك المثل الفرنسي اللي معروف بيناج فو دو زاروزاج، والفلاحه ديالنا بالعربيه تيقول لك اودي راه السقيه او سقيه جوج ديال السقيات كيعادلوا لينا تكربيله. مدى باعتبارك خبير في هذا الانتاج ديال زراعه الشمندر، مدى صحه هذا المثل؟ هنا الصحه ديال هذا المثل تتجلى في مساله واحده، هو انه يعني ملي تنفتحوا الارض تنكربلوها تنسهلوا التحرك ديال الرطوبه داخل الارض، وبالتالي ان الرطوبه يعني هذيك الرطوبه اللي كاينه عندنا في الارض تتحرك يعني بسهوله للمنطقه ديال الجذور. هذا هو اللي يعني تقريبا التفسير ديالها. ملي تتكون الارض مدكوكه فلا موبيليتي الا بغينا نقولها بالفرنسيه ليميديتي تتكون صعيبه، ولكن ملي تنفتحوا الارض تتكون حتى هذيك الرطوبه يعني داخل الارض انها تتحرك، وبالتالي ان الجذور ديال النبته انهم تيوصلوا لهذيك الرطوبه اللي كاينه في الارض. نعم اخواني الفلاحه انتم سمعتوا الاهميه اخواني الفلاحه انتم سمعتوا الاهميه ديال التسميد والعقلنه ديال التسميد، وهذا شيء مهم، ومدى يعني العمل بهذه النصائح في خفض التكلفه اللي فعلا اصبحت تكلفه مؤرقه بالنسبه للمنتجين بصفه عامه ديال الزراعات. فدابا غادي ننتقلوا معكم اخواني الفلاحه لاهم ديال الامراض والافات اللي ممكن تضرب لنا الزراعه ديال الشمندر. اشني هي هذه الامراض ولا هذه الافات او هذه الحشرات؟ اشنا هي الطرق الوقائيه باش نتفاداو هاد الامراض؟ ولا قدر الله طاح هذا المرض اشنو هي النصائح السفاريه اللي ممكن الفلاحه ديالنا يستعملوها؟
بالنسبه للزراعه ديال الشمندر السكري كاينين واحد عده امراض اللي تتقيس هذه الزراعه واللي تختلف من منطقه الى منطقه اخرى، اللي هو مهم واللي خاص الفلاح يركزوا عليه في هذا العامل هذا، هو انه الوقايه خير من العلاج. كاين واحد المجموعه من الوسائل التقنيه اللي خاصة تولي بديهيه عند الفلاح. تكلمنا على الاهميه ديال الدوره الزراعيه اللي هي جد مهمه، واللي اللي تتسمح لنا اننا نهرسوا ولا نوقفوا واحد الدوره ديال التكاثر ديال واحد المرض معين ولا ديال واحد الحشره معينه، ما تنخليوهاش تكمل ديك الدوره ديالها ولا داك السيكل ديالها باش توالد وتكاثر. دوره الحياه. دوره الحياه تنحبسوها بهذيك الدوره الزراعيه، لانه تتعرفوا ان كل زراعه راه تيصيبوها واحد المجموعه من الامراض واحد المجموعه من ديال الحشره، وملي تيتسالي الموسم هذوك البقايا لا من الحشرات ولا من الامراض تيتخزنوا لينا في هذوك البقاع ولا في الجانب ديالهم، ومع البدايه ديال الموسم ولا الوقت اللي تتوفر لهم الظروف مناسبه تيخرجوا وتيضربوا لينا الزراعه ديالنا. اذا اول حاجه نركزوا عليها هي الدوره الزراعيه. تكلمنا على 3 سنوات في الشمندر على الاقل، وهي من الاحسن ان نمشيو 4 سنوات، هذه عامل مهم. العامل الثاني هو خاص الفلاح دائما ملي يكون خلال الموسم تيخدم ما ينساش انه يخدم حتى الجوانب ديال البقعه ديالو، لان تلقاو الفلاحات يداويو البقعه لداخل وتينساو هذوك الجناب اللي فيهم الربيع، فيهم التبن ديال العام اللي فات، فيهم بزاف ديال الحويجات اللي تيبقاو لينا حدا البقعه واللي تيكونوا يعني واحد المخبأ اللي تيتخباو فيه لا مجموعه ديال الامراض ولا مجموعه من الحشرات في انتظار توفر لهم الظروف المناسبه باش يعاودوا يخرجوا وينتشروا ويضربوا لنا الزراعه ديالنا. هذا الحاجه الثالثه اللي بغينا نركزوا عليها اكثر واللي تكلمنا عليها في الحلقات السابقه هي مساله ديال الحرث في الصيف. الحرث في الصيف راه جد مهم، لانه تيسمح لنا اننا تنوضعوا هذيك الارض ديالنا تحت التاثير ديال الاشعه ديال الشمس اللي في حد ذاتها هي تتقتل لنا واحد المجموعه من الحشرات وواحد المجموعه من الامراض، وبالتالي تنقصوا ما امكن من يعني التكاثر ديال هذوك الامراض ولا هذوك الحشره. على الصعيد ديال جهه الدكالة عندنا، اللجنه التقنيه للشمندر السكري واضعه واحد البرنامج ديال التتبع اللي هو اسبوعي، يعني كاينين واحد ليزيكيب اللي تيخرجوا كل اسبوع من اجل مراقبه الحاله ديال زراعه الشمندر السكري. وهاد الليجان هادو ولا هاد المجموعات الوقت اللي تيتبين لهم بانه راه كاين يعني الظروف مناسبه باش يتكاثر واحد المرض ولا كاين لو ريسك باش يتكاثر واحد الحشره ولا شي حاجه، راهم تيخرجوا واحد الانذارات فلاحيه اللي تتعلق في جميع المراكز الفلاحيه ولا في التعاونيات ديال الجمع وتسويق الحليب ولا في الجماعات ولا في القيادات، اللي تيوصيو الفلاح بضروره يعني التدخل العاجل والاني. يعني خاص الفلاح ينتبهوا لهذ المساله ملي يكون واحد الانذار من المختصين ديال وزاره الفلاحه، خاص ان الفلاحه يبادروا بصفه جماعيه انهم ينوضوا يداويو الفلاحه ديالهم، لانه بعض المرات شنو تيجرى واحد الجهه تداوي واخرين ما تيداويوش وتيولي يعني المرض تينتقل من عند اللي ما داواش تيرجع يجي لعند هذاك اللي داوى. اذا خاص التدخل يكون في واحد الوقت اللي تقريبا جميع الفلاحه يداويو الفلاحه ديالهم. الامراض اللي تتقيس يعني الشمندر كاينه كثيره، ولكن بالنسبه للجهه ديال الدكالة عندنا اللي عندنا كثير بزاف هو كاين مرض ديال الحراقيه، واللي تيكون عنده تاثير كبير على المردوديه. هذا المرض ديال الحراقيه هو تتكون عندنا واحد البقع ولا نقيطات رماديين تكونوا على شكل دائره دايرين، وتكون داك الدائره تتكون رماديه والفوق برا ديال هذيك الدائره تتكون حمراء، يعني الداخل تيكون رمادي ولكن داك الاخر ديال هذاك البورتور ديالها الخارجي تيكون حمراء. هاد المرض ديال الحراقيه انت تيجي عندنا المنطقه، تيجي الوقت اللي تتكون عندنا درجه الحراره مرتفعه وتتكون الرطوبه مرتفعه، يعني تتكون دازت عندنا واحد الوقت مثلا ديال الضبابه
بالليل ولا في الصباح، ومن بعد تتبعوا ارتفاع ديال درجة الحرارة ديال 21 حتى 25 درجة مئوية، هنا تيتكاثر لينا يعني المرض بواحد الطريقة سريعة بزاف، تيمكن له أنه يتنقل لينا من بقعة لبقعة، لا بالبرد ولا بالشتاء ولا كذلك يعني بالمياه ديال الصقر. وهنا علاش أكدت على أنه خاص ضروري أن الفلاحة في الوقت ديال التدخل ديالهم يكون تدخل جماعي تقريبا في نفس الوقت، كل واحد يداوي البقعة ديالو باش تنحدو من انتشار ديال المرض. كاين مرض أخر اللي تيشكل لنا شوية ديال الصعوبة في المنطقة ديال دكالا، هو القضية ديال الخموجية. هاد الخموجية باش يفهموها الناس مزيان، هو كاين واحد شامبينيون فطر، واحد الفطر اللي تيكون عندنا في البقعة، مثلا هاد البقعة تصابت هاد العام، تيبقى عندنا هو مخزون عندنا في التراب، العام الجاي ملي تنعاودو اللي درنا الشمندر على الشمندر تيعاود تاني ينوض وتيضرب لينا الشمندر ديالنا. وهنا تتبان الأهمية ديال الدورة الزراعية ولا الأهمية ديال الحرد في الصيف، جوج حوايج اللي هما جد مهمين واللي تيحدوا لنا يعني من انتشار ديال 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 المرض. هاد الرطوبة ولا هاد الخموجية الرطبة تتجينا في الوقت اللي تيكون عندنا الجو تيبدا يسخن بزاف، يعني في البداية ديال فصل الربيع حتى لفصل الصيف، أنه تيكون عندنا الفطرة في الأرض، تتكون الأرض سخونة بزاف، عاد نسقيوها تيجعل التكاثر ديالو تيكون بواحد السرعه وتيؤدي الخسائر اللي هي كبيره وكبيره بزاف. هذا الفطر هذا ما كاينش شي دواء عنده في الصب، بعكس ان الحرقيه عندها الدواء ديالها، راه تيكونوا ادويه اللي تنصحوا بهم يعني المرشدين الفلاحيين ولا المختصين في الميدان، تيمكن الفلاح يستعملهم. ولكن بالنسبه للخروجيه الرطبه ما كاينش عندنا شي دواء اللي هو فعال ضدها، ولكن احسن وسيله هي الوقايه اللي كما تكلمنا عليها وتنزيد ناكد عليها كل مره، اللي هي الحرث في الصيف والدوره الزراعيه. اخواني الفلاحه، تعرفنا على الامراض والافات اللي ممكن تسبب لنا خساره كبيره بالنسبه في الزراعه ديال هذا الشمندر، واللي هذه الخساره غتاثر على المدخول والمردوديه لا ديال الانتاج ولا المدخول ديال الفلاحه ديالنا. فهاد النصائح الوقائيه الى عملنا بها خصوصا في هذا المرض ديال الخموجيه اللي ما عندوش شي دواء ولكن عنده طرق تقنيه مندمجه، اللي درنا هذه المعالجه المندمجه او المحاربه المندمجه، ممكن نوصلوا النتائج اللي مرضيه، ولا سيما الدوره الزراعيه والاهميه ديالها في مجال محاربه مرض الخموجيه. ودابا نزيدو ننتقلوا معكم السي ايت فاريا على بعض الحشرات اللي ممكن تسبب لنا حتى خسائر. شنو هي الطرق الوقائيه اللي ممكن الفلاح ديالنا اللي يستعملها يخفف من الاثار ديال الضرب ديالها وعلى الزراعه ديالنا، ولا قدر الله طاح كانت موجوده عندنا، ما هي التدخلات سواء الكيماويه او لا هناك شي معالجه مندمجه اللي ممكن تاثر لنا تحد لنا من هاد الامراض هذه. بالنسبه للحشرات اللي تتقيس لنا زراعه الشمندر السكري، كاينين بزاف اللي هما تيختلفوا من منطقه لاخرى على حسب الظروف ديال التكاثر ولا ديال النمو ديال هاد الحشرات. كاين هناك مجموعه من الوسائل الوقائيه اللي خاص الفلاح ياخذها بعين الاعتبار باش يحد ما امكن من التكاثر ديال هاد الحشر. اولا كما تكلمنا عليه في الحلقات السابقه واللي تنزيدو ناكدو عليه، هو الدوره الزراعيه. الدوره الزراعيه جد مهمه باش تحد لنا من هاد التكاثر. كاين كذلك الحرط العميق ديال الارض في الصيف، ان هاد الحرط العميق هذا تيمكننا اننا تنقصوا من الكميه ديال البيض ولا هذيك الديدان الصغيره اللي تتكون عندنا في الارض بواسطه ديال هذيك الحراره ديال الشمس. وكذلك كاين يعني معالجه هذوك البقايا اللي تتبقى لنا في الجناب ديال البقع الفلاحيه، لانه غالبا هذيك البلايص هما فين تتخزن وفيهم الحشرات
في انتظار يعني بدايه ديال الموسم. كاين واحد المجموعه ديال الحشرات اللي هي تتقيس لنا النبته في الاول ديالها، في البدايه ديال النمو ديالها. وهنا بغيت نشير كمثال، راه كاينه عندنا الدوده الصفراء اللي تسموها الفلاحه دوده السلك، لان تكون صفراء بحال السلك. هاد الدوده هادي هي تتكون ديما تتعيش حدا الجذوره ديال النبته، وما تتبانش لينا فوق الارض، تتبقى مخزونه يعني حدا الجذوره. واحد الوقت تنبداو نشوفوا دوك النباتات ديالنا مقرجين طايحين. نعم، تنعرفو تتمقصهم عند الملتقى بين تنبداو نشوفوا ان هذوك النباتات ديالنا تيبداو يدبلوا ويموتوا، ما تنعرفوش مناش. هي هي كهاد الحشره ديال السلك تتكون مخزونه لينا حدا الجذر. الا بغينا نشوفوها خاصنا نهبشو شي شويه هي اللي تتبان. الا كانت هاد الحشره عندنا شنو تيجرى؟ ملي تنقصوا من العدد ديال النباتات، اذا تنقصوا من الكثافه تماما ديال النباتات اللي عندنا. المنق بزاف كيولي عندنا المنق بزاف، وبالتالي انه الانتاج في الاخر ديالنا تيولي ضعيف. انا تكلمنا على 100,000 نبته، خص 100,000 نبته ننجحوها النهايه ديال الموسم. الا درنا 100,000 نبته وفي الاخر يعني كل نبته عطاتني مثلا 800 غرام، غتنولي في 80 طن. يعني اي نبته فقدتها في الحقل ديالي راه تنفقد واحد 800 غرام ولا واحد الكيلو من الانتاج ديالي في الاخر ديال الموسم. كاين كذلك الحشره الرماديه ولا الدوده الرماديه. هاد الدوده حتى هي راه تظهر لنا في البدايه ديال الموسم، وحتى هي تتقطع لنا الجذوره يعني في الاول ديالو. هو الفرق ان هاد الحشره هذه راه تخرج من الطرف في الليل، وبالنهار تظل مخشيه لينا في الطرف ديال الكتوم. كاين حشرات اخرين من بينهم الحشره النحاسيه. هاد الحشره هي اللي عندها تاثير كبير على الانتاجيه في المنطقه ديال دكاله، لان الحشرات الاولين راه تيتم القضاء دابا عليهم عن طريق كما قلنا في الاول، راه كاين واحد المجموعه ديال الزريعه دابا اللي بدينا تندخلوها للمنطقه ديال دكاله واللي هي مداويه. يعني ملي تتحط الزريعه كتدافع على راسها، لان عندها الدواء باش تدافع على راسها. والا فالفلاح خاصو في هذيك اللحظه ديال اللي يكون تيزرع راه تيتعطاه واحد الموبيل اللي هو عن طريق اللي تنسميو حنا بحال الكسكس ولا بحال الكسكسو، تيديروا الفلاح في الارض ديالو باش انه تيحارب هاد الحشرات هذه. بالنسبه لهاد الحشره النحاسيه هي تيكون عندها تاثير كبير، هي تضرب بالخصوص الوراق ديال الشمندر. وملي تضرب لنا الوراق ديال الشمندر بحال تتنقص لنا من الفعاليه ديال داك الوزين، لان الوزين اللي تيتنتج فيه السكر شكون هو؟ هو الورقه. هي اللي هي ملي تتصوب تترسل لنا الخزان اللي هو العروق. ما هي نورمالمون اللي تيخدم واللي هو خاصو يكون في صحه جيده طيله يعني الفتره ديال النمو راه هو الورقه، لان هي اللي تتخدم بزاف. هاد المرض راه الفلاحه زعما تيعرفوا يحاربوه في المنطقه ديال دكاله. وكاينين واحد المجموعه ديال المبيدات اللي هي تتقضي على هاد الحشره يعني بصفه نهائيه. خاص الفلاحه كما اكدنا عليه في التدخل ديالنا من قبل، خاص الفلاحه يحاولوا ما امكن انهم يتدخلوا في نفس الوقت باش يقضيوا على هاد الحشرات، باش ما تبقاش تنتقل من يعني من بقعه لبقعه وتسبب لنا واحد الخسائر اللي تتكون كبيره. ولكن راه ديما نذكروا بانه على الصعيد ديال المنطقه راه كاينين واحد الخلايا ديال التتبع اللي خاص الفلاح يعني يعمل بالنصائح ديالهم باش يكون التدخل في وقته بالطريقه اللي هي مناسبه. ونوصيو ما دمنا اننا تنتكلموا على استعمال ديال المبيدات، نوصيو الفلاحه بالطريقه ديال الاستعمال، لانه راه كاين مجموعه ديال الفلاحه بالاغلبيه ديال الفلاحه تيستعملوا مبيدات بدون يعني اخذ واحد شويه ديال الاحتياطات. نعم، كاين واحد المجموعه من الاحتياطات راه تيخدموا بمواد اللي هي سامه، مواد كيماويه اللي تضرب الصحه ديالهم، خاصهم ياخذوا واحد المجموعه ديال الاحتياطات الوقائيه باش يستعملوا هذاك الدواء بدون ما ياثروا على صحتهم.
ولا بدا ما نشيروا بانه خاص يدير واحد التاسكه على الوجه، خاص تكون واحد اللبسه اللي هي تتحميهم، خاص يكون البوط، خاص الماتيريال يكون مريقل مزيان باش ما يكون عاوتاني نفكروا الجانب البيئي. نفكروا الجانب البيئي لان العمليه ديال الرش خاصها دير بطريقه اللي هي مزيانه اللي تكون فعاله وما يكونش فيها تاثير على المجال البيئي، لان هذه الارض ديالنا وخاصنا نحافظوا عليها لا لنفوسنا ولا للاجيال اللي جايه من وراء. لان اخواني الفلاحه كنتمنوا من الله بانه هذه النصائح اللي عطاكم السيد فاريا في زراعه الشمندر السكري تكون كتفيدكم ان شاء الله فان شاء الله في الزرعه الجايه. فاخواني الفلاحه ما عليكم الا ان شاء الله تشمروا وتوكلوا على الله وتهيئوا من بعد هذا الانتاج اللي عرفاته منطقه ديال الدكه العبده، هذا الانتاج المتميز واللي اكيد بانه الفلاحه ديالنا بالمدخول اليوم غادي يكونوا ناشطين معلوم الا يشمروا ويستعدوا الموسم المقبل ان شاء الله. وحنا كنعرفوا دائما الفلاح هو دائما كيتوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذه فرصه بانه هذه النصائح وهذه الاستشاره الفلاحيه اللي كيقدمها لكم المكتب اكيد بانه غادي تزيد يعني من التجربه اللي عندكم اضافه لهذه النصائح، اكيد بانه ان شاء الله غنقدروا نضمنوا المردوديه في الزراعه ديالنا. اذا في دقيقه سي فاريا تكلم لنا على النمط ديال السقي دابا اللي كاين دابا في المنطقه ديال الدكه العبده والاوقات اللي ممكن نسقيو فيها. دابا المنطقه ديال الدكه لا هي تقريبا تستقبل سنويا واحد الكميه ديال الامطار اللي ما تتعداش عندنا 300 ملم في الوقت اللي الحاجيات ديال زراعه الشمندر السكري راه هي 800 ملم اللي خاصنا. اذا لابد خاصنا واحد التكميله اللي غنجيبوها عن طريق مياه السقي. دابا النمط اللي هو ديال السقي اللي سائد في الدكاله هو السقي يعني بالسطحي اللي كيتسمى السقي بالربطه، وكذلك السقي بالرش. وهاد جوج ديال الانماط ديال السقي وخصوصا الاولاني انه تضيع لنا واحد الكميه كبيره ديال الماء. لهذا فالدوله وضعت واحد البرنامج كبير دابا طموح اللي غادي يمس لنا ان شاء الله على الصعيد ديال جهه الدكاله عبده واحد 80 الف هكتار، من بين عندنا في المساحه الاجماليه اللي مسقيه عندنا 96 الف هكتار، 80 الف هكتار منها غادي يتم التحويل ديالها من السقي السطحي او بالرش الى السقي بالتنقيط، باش يمكن لنا اننا نقصوا ما امكن في الكميه ديال المياه اللي مستعمله في السقي، لا بالنسبه للزراعه ديال الشمندر السكري ولا بالنسبه للزراعات الاخرين، لانه كما تتعرفوا دابا الماء راه ولا واحد الحاجه اللي هي غاليه بزاف لا في بلادنا ولا في بلدان اخرين، وما علينا الا اننا نتجندوا كاملين من اجل تطوير واحد التقنيات جديده اللي غتجعلنا نحافظوا على هذا على هذا على هذا المياه. المنطقة ديال الدكالة غالبا على حساب المنطقة ديال الزرع، واش المنطقة اللي هما البكريين ولا اللي هما معطلين، مي غالبا تنمشيو معدل ديال 6-8 سقوات يعني في الموسم تتكون كافية باش أننا ننجحوا الموسم الفلاحي ديالنا. اللي بغينا نطلبوا من الفلاحة في هذا المجال أنه ينخرطوا بكل فعالية في هذا البرنامج ديال التحويل ديال النمط السقي، لأنه راه ماشي خيار، راه اجباري علينا نمشيو في هذا التحول، لانه الماء غادي يقلع والتقنيات ديال الانتاج راه غادي تتطور، ومن بينهم هذا السقي بالتنقيط اللي تيعطي مردوديه في الانتاج، ما يعني يعطي واحد الانتاجيه ولا واحد المردوديه اللي هي اكبر من السقي يعني السطحي ولا السقي بالرش. لهذا خاص ان الفلاحين خارطوا الى جانب يعني المؤسسات اللي صار على هذه العمليه في هذه المره البرنامج باش يمكن لنا ننجحوا على الوجه المطلوب. اخواني الفلاحات تبعنا معكم جميع الحلقات سلسله الحلقات الانتاج ديال النباتات السكريه لجهه الدكه العبده، وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى هذه النصائح تكون تفيدكم. وما تنساوش اخواني الفلاحه تركزوا مزيان على القضيه ديال السقي، لان السقي هو كذلك عامل من العوامل اللي كتساهم في كلفة هذا الانتاج، وبالتالي انخراط في العمليه ديال السقي الموضعي او كما هو معروف عند الفلاحه الكوتاكوت، فهو غادي يزيد يرشد لنا استعمال ديال الماء السقي بكميه قليله ولكن مردوديه كبيره. اخواننا الفلاحه الله يخلف شقاكم والى اللقاء في حلقه لاحقه ان شاء الله.